السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي قهوة جرنان. تحية صباحية لكل متابعي هذا البرنامج. أملنا دائم إن شاء الله نلقاكم بالصحة والعافية. أهم ما جاء في الصحافة الوطنية اليوم، صحافة الأحد 14 أوت الموافق 10 ذو القعدة. تقريبا الخبر الأكثر تداول اليوم في الصحافة وتصريح وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى على خلفية تقرير الخارجية الأمريكية، تقرير المعتقد الديني وممارسة الشعائر الدينية في العالم، وتقرير سنة 2015 الذي رآها البعض أنه فيها الكثير من الافتراءات، والبعض يراه بالعكس فيه الجانب الإيجابي. معناها هذه التقارير بالذات بدأت تتعرف شيء فشيء على المرجعية الدينية في الجزائر، على الهوية والأمور الثابتة في الجزائر. في هذا التقرير بالذات أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، وهو التصريح الذي تناقلتها العديد من الصحافة اليوم، أن الجزائر سترد رسميا على التقرير الأمريكي حول حرية المعتقد عبر العالم 2015، والذي تمت فيه الإشادة بجهود الجزائر لفرض احترام حرية المعتقد والممارسة الدينية وفق الضمانات الدستورية والقانونية. ووصف محمد عيسى هذا التقرير بالإيجابي، قالت الصحافة، معتبرا بأنه أحسن تقرير كتب عن الجزائر منذ أن شرعت كتابة الدولة الأمريكية في تحرير تقارير حول هذا الموضوع. الصحافة قالت أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى في هذا الإطار قال بأن محرري التقرير بذلوا جهودا لفهم معنى الإنصاف ومعرفة الثقافة الجزائرية والسياسية المنتهجة في مجال الاعتدال والوسطية والحفاظ على الهوية ودعم حوار الحضارات. وأرجع الوزير، قالت الصحافة اليوم، ما سجل من نقائص في هذا التقرير أساسا إلى سوء فهم ثقافتنا الوطنية بجدية فقط وليس بغرض الإساءة إلى بلادنا، مؤكدا في هذا الشأن بأن الجزائر تعتز بانتمائها الثقافي والحضاري وتكرس حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية في الدستور وفي قوانين الجمهورية. لمن لم يعرف هذا التقرير، هذا التقرير انتقد ممارسة الشعائر الدينية خاصة بالنسبة لغير المسلمين، انتقد أيضا محاكمة أفراد بناء على كتابات أو آراء تتناول المسائل الدينية وتكييفها وفق القانون الجزائري على أنها ازدراء للإسلام. ورغم نفي ممثلين للكنائس المسيحية المعتمدة هنا بالجزائر وجود أي تدخل من السلطات الجزائرية في عملهم، إلى أنهم اشتكوا في المقابل من صعوبات بيروقراطية كبيرة تواجههم في تقديم خدماتهم الدينية. جاء هذا في التقرير، وذلك بسبب تأخر تكييفهم وفق قانون الجمعيات لسنة 2012، وهو ما يصعب عليهم كما قالوا إجراء عمليات مالية لازمة لتمويل نشاطهم. تناول التقرير أيضا مخاوف السلطات الجزائرية من وجود نشاط تبشير بالمذهب الشيعي في الجزائر، مستندا إلى تصريح وزير الشؤون الدينية وردود الأفعال الواسعة أيضا التي أعقبت حديث رجل الدين الشيعي، تذكرون، العراقي مقتدى الصدر حول الوضع الشيعي في الجزائر. هذا الأمر أيضا أخذه هذا التقرير بعين الاعتبار. حسب الخارجية الأمريكية أيضا، فإن الجزائر ما زالت تواصل منع استيراد الكتب الدينية المسيحية منذ سنة 2014 بشكل عام، ولم تسمح سوى لجمعية دينية معتمدة في نوفمبر الماضي بإدخال عدد من الأناجيل، لكن ذلك لم يمنع حسب التقرير الباعة في السوق السوداء من تداول الأشرطة الدينية المسيحية والكتب دون أن يتعرضهم أحد بسوء. وبخصوص اليهود في الجزائر، أبرزت الخارجية الأمريكية أن أتباع هذه الديانة لا يزالون يرفضون الجهر بمعتقداتهم أو ممارسة طقوسهم علنا، غير أن الجديد الذي حمله التقرير أن هناك تنامي في المجتمع الجزائري لمعاداة السامية، معتمدين على فيديو كان انتشر في اليوتيوب وانتشر أيضا في الفيسبوك قام به مجموعة من النشطاء، وهو كيف يتصرف الجزائري عند مشاهدته ليهودي الديانة يتجول في العاصمة. هذا التقرير كان انتشر على اليوتيوب، قاموا به شباب جزائريين، اعتمد عليه تقرير الخارجية الأمريكي، ومنه حمل التقرير على أن معاداة السامية في تزايد كبير لدى الجزائريين. ولو أن هذا التقرير ليس الأول الذي يسيء للجزائر، كان قبل هذا التقرير تقرير يصنف الجزائر في البلدان التي تنتشر فيها ظاهرة الاتجار بالبشر، ثم تلاه تقرير تخوفت فيه الخارجية الأمريكية من احتمال توريط عائدات النشاط غير الرسمي للأسواق في تمويل الإرهاب،
ثم أيضا جاء تقرير ينتقد مناخ الاستثمار في الجزائر وبالذات دوينج بيزنس. ثم صنفت الجزائر من بين الدول التي لا تحارب التقليد والقرصنة في المجال الإلكتروني، معناها تقرير الشعائر الدينية ليس هو التقرير الأخير أو الأول الذي دائما يسيء إلى الجزائر، بل هو يعني حصيلة سنوات من هذه التقارير. ولهذا اليوم الصحافة تناولت كثير هذا الموضوع، موضوع التقارير خاصة التي تصدر عن الخارجية الأمريكية وكتابة الدولة الأمريكية التي تؤثر في المجتمع الدولي وفي الرأي العام الدولي. هذا قلنا الموضوع الأبرز اليوم في الصحافة الوطنية. بالنسبة لعناوين الصحافة الأخرى اليوم، النهار اليوم في صفحتها الأولى قالت العدالة لكل من يزيد 10 دنانير في الفليكسي، معناها الألفراك تاع الفليكسي، العدالة في تعليم وجهات وزارة التجارة لمختلف مديريها الولائيين. ولو أن الكل يعلم أن هذه الألفراك دائما موجودة، كل الجزائريين يقومون بالفليكسي ويعلمون جيدا أنه تقريبا نادرا ما تكون الفليكسي 100 دينار ب100 دينار أو 200 ب200، لكن النهار قالت هناك تعليمات بتحرير مخالفات وإحالة المخالفين الذين لم يكتفوا بهامش الربح على القضاء، معناها وزارة التجارة تتجه إلى الجد في هذه التعليمة بالذات. النهار قالت لجان فجائية لمحلات الفليكسي وإعداد قائمة سوداء للمخالفين. إصابة 720 شخص بالتسمم بعد استهلاكهم اللبن في البليدة، حالة استنفار وسط الحماية المدنية ومستشفيات البليدة. حسب الخبر هو اللبن من قرواو يعني ولاية البليدة، هذا اللبن كان فاسد، تسمم 720 شخص. خبر آخر قالت النهار منع ممارسة أكثر من نشاط بسجل تجاري واحد، ما يعرف عند العامة ريجيس كوميرس، هو نشاط واحد منع ممارسة أكثر من نشاط قالت النهار، فيما سيتم توسيع قائمة المتعاملين وإلزامهم بتسجيل أنفسهم كأشخاص معنويين. هذه عناوين النهار اليوم. وقت الجزائر قلنا عملت موضوع على التقارير الدولية حول الجزائر، قالت مزيج بين المصداقية والعدوانية واستقصت آراء العديد. وزير الشؤون الدينية قال التقرير الأمريكي الأخير نعتبره الأحسن حول الجزائر، قال أنه هناك مجهودات تبذل لمعرفة الواقع الجزائري. الجنرال المتقاعد عبد العزيز مجاهد قال تقرير المنظمات غير الحكومية تقاريرها وسيلة للضغط والتأثير والإلهاء. بجمعة غشير الحقوقي قال أن التقارير واقعية والجزائر ليست جنة. وقت الجزائر قالت سلال يزور بجاية في ذكرى مؤتمر الصمام، سيعيد بعث جملة من المشاريع التنموية بالولاية. جريدة الوسط قالت محمد عيسى يجمد عضوية إطارات سامية بعد تسجيل تجاوزات في حج 2015، تم تجميد عضويتهم قالت جريدة الوسط. جريدة المحرر قالت أولمبياد ريو كلف الجزائر 31 مليار سنتيم، تقريبا 3 ملايين دولار. الشأن الديني بالجزائر شأن جزائري خالص قال محمد عيسى، وقال سنرد رسميا على التقرير الأمريكي حول حرية المعتقد في الجزائر. وقالت أيضا المحرر أن الجوية الجزائرية باعت أكثر من 25 ألف تذكرة مخصصة للحج. الجزائرية الأولى عادت لموضوع الضريبة، الضريبة التي تقدر ب 30 دينار تونسي، يعني في حدود 3000 دينار 300 ألف هكذا، الضريبة التي تفرضها تونس. قالت المعابر الحدودية بين الجزائر وتونس كابوس يؤرق سكان المنطقة بعد فرض ضريبة دخول السيارات. في نفس الموضوع الحوار عملت ملف تقريبا، وقالت أن عبد القادر حجار سفير الجزائر لدى تونس قال طلبت لقاء السبسي لطرح هذه المسألة قضية الضريبة، لهذا السبب يزحف الجزائريون نحو تونس للسياحة قالت الحوار. وسفير تونس بالجزائر عبد المجيد الفرشيشي قال أن الضريبة هي على السيارات وليست على الأشخاص. هذا الموضوع بالذات كان فيه احتجاجات في المناطق الحدودية بالخصوص تبسة على هذه الضريبة، العديد من المواطنين الجزائريين رفضوا هذه الضريبة بحجة أن الجزائريين كل مرة هم من ينقذون الموسم السياحي في تونس، فلماذا تفرض عليهم هذه الضريبة؟ هي 30 دينار تونسي يعني 3000 دينار جزائري في هذا الحدود.
جريدة البلاد قالت دخول اجتماعي ساخن ينتظر الجزائريين ملايين لتغطية مصاريف العيد والدخول المدرسي. وأيضا البلاد عادت لقضية تسمم حوالي 700 شخص يقالت بسبب الدلاع الفاسد في البلاد. جريدة الموعد اليوم قالت إنزال وزاري برئاسة سلال ببجاية سيكون الأسبوع المقبل، قالت لإعادة بعض المشاريع التنموية التي عرفت وتيرة إنجازها تأخر كبير. وقالت الموعد اليوم هل تحد احترازات الحكومة من الشكارة السياسية؟ السلطات العمومية قالت الموعد مطالبة بفرض منطقة على رجال أعمال والأحزاب في استحقاقات 2017 حتى لا يكون المال السياسي ولا يصل أشخاص بالمال للبرلمان، قالت الموعد. الأفافاس قالت الرائد يتجه للمشاركة في تشريعيات 2017. أرزقي فراد قال مشاركة الأفافاس في التشريعيات المقبلة أمر محتوم. وأيضا حتى فيلالي غويني بالأمس رئيس حركة الإصلاح قال أنه حركة الإصلاح ستشارك أيضا في التشريعيات 2017. جريدة الحرية قالت في تجمع لهم بقسنطينة لحماية أطفالهم أولياء الأطفال المخطوفين يناشدون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل، الإعدام أصبح مطلب جماهيري. الصوت الآخر قالت مقري يدرس لأردوغان دعاه إلى استيعاب جماعة فتح الله جولان بدل من محاربتها، قالت الصوت الآخر. جريدة المحور قالت بوتفليقة يقر جملة من التدابير للتخفيف من أعباء الدخول الاجتماعي في ظل كثرة المصاريف وارتفاع الأسعار. جريدة الجزائر قالت المجلس الأعلى للشباب يسيل لعاب الحركة الجمعوية، قالت مع إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن قرب تنصيب هذا المجلس الأعلى للشباب. عزيز درواز في تصريح للجزائر قال طالبنا باستحداث مديرية خاصة بالشباب في دائرة وزارية. جريدة النصر عادت لموضوع الحادثة المأساوية التي هزت مشاعر سكان عين فكرون، هلاك جد وحفيدته غرقا بسد أوركيس بعين فكرون. هذا الموضوع اللي كان في النشرة المحلية أمس في النهار، غرق جد لما حاول إنقاذ حفيدته غرقوا في سد اسمه أوركيس بعين فكرون. جريدة المساء قالت وزارة التجارة تجمد تحويل سوق الصمار إلى برتوتا، كان هناك حديث أنه سوق الصمار سينقل إلى برتوتا. هناك تجميد من وزارة التجارة على خلفية ما أشيع عن ابتزاز مالي طال المشروع، هذا الخبر جاء في المساء. وفي جريدة الشعب قالت دراسة ملف تنفيذ عقوبة الإعدام قريبا، قال إن المشاورات تضم علماء دين خبراء قانونيين، هذا ما أكده محمد عيسى. هناك دراسة لملف تنفيذ عقوبة الإعدام. والجزائريون يطالبون بنزع الجنسية من الشاب فوفيل، قالت المشوار السياسي. هذه أهم عناوين الصحافة اليوم. إلى التفاصيل، البداية بجريدة النهار. النهار في صفحتها الأولى قالت العدالة لكل من يزيد 10 دنانير في الفليكسي. النهار قالت أمرت وزارة التجارة كل مديريها الولائيين على مستوى الولايات في تعليمة ملحقة لتعليمة سابقة بإرسال الإحصائيات التي أنجزتها مصالح المراقبة الاقتصادية بالمديريات الولائية بخصوص المخالفات التي يرتكبها باعة الفليكسي الذين يقومون بزيادة 10 دينار جزائري في كل عملية تعبئة. وشددت الوزارة في عملية مراقبة شاملة للباعة وتحرير محاضر مخالفات ضد كل من يثبت أنه يقوم بزيادة 10 دنانير، إضافة إلى هامش الربح الذي سطره متعاملو الهاتف النقال للمتعاملين معه. إصابة 720 شخص بتسمم بعد استهلاكهم اللبن في البليدة. النهار قالت شهدت مختلف عيادات ومستشفيات ولاية البليدة مساء أول أمس حالة استنفار قصوى بعد وصول العشرات من المواطنين المصابين بتسمم جراء شربهم لمادة اللبن الواسعة الاستهلاك لدى البليديين خاصة يوم الجمعة. وحسب ذات المصدر الطبي فإن كل من مستشفى بن بلعيد، مستشفى بوفاريك، الفابور ومختلف عيادات الولاية قد استقبلوا أكثر من 700 شخص مصاب بتسمم، حيث استقبلت عيادات الولاية لوحدها 270 شخص، خاصة عيادة أولاد عيش التي تعمل 24 ساعة على 24 ساعة.
منع ممارسة أكثر من نشاط بسجل تجاري واحد. النهار قالت قرر المركز الوطني للسجل التجاري منع أي متعامل اقتصادي حتى ولو كان مسجلا كشخص معنوي من تسجيل عدة نشاطات اقتصادية في سجل تجاري واحد، فيما سيتمكن المعنيون من سحب السجل التجاري عن طريق الانترنت نهاية 2017. وكشف المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري محمد معوش عن اقتراح سيرفع لوزارة التجارة يتضمن إلزام بعض الفئات من المتعاملين الراغبين في القيد بالسجل التجاري على تسجيل أنفسهم كأشخاص معنويين فقط. انخفاض مدة انتظار السفن إلى يومين في ميناء الجزائر قالت النهار، وقالت أن انخفض معدل مدة انتظار السفن الجزائرية إلى يومين في الجزائر خلال الثلاثي الأول من 2016 مقابل أكثر من 3 أيام في نفس الفترة من السنة الماضية رغم ارتفاع حجم السلع. وفيما يخص حركة المسافرين فقد سجل عبور 18573 مسافر عبر المحطة البحرية لميناء الجزائر خلال الثلاثي الأول من 2016 مقابل 20,000 خلال نفس الفترة من 2015. جريدة البلاد قالت دخول الاجتماعي الساخن ينتظر الجزائريين. البلاد قالت سيكون المجتمع الجزائري مع دخول اجتماعي ساخن على كل المستويات إلى جانب توالي طبول الإضرابات التي تقرعها النقابات المتكتلة في 17 نقابة بسبب تراجع القدرة الشرائية ومواضيع أخرى، حيث سيجد المواطن أمامه تحديات اجتماعية كبيرة تتركز أساساً في مصاريف ضخمة تمليها الضرورة الموسمية في ظل الارتفاع الخيالي للأسعار في كل الميادين قالت البلاد بسبب ضعف القدرة الشرائية وتراجع سعر الدينار مما ينذر بدخول اجتماعي صعب وساخن. جريدة الحوار قالت عائلات وسياح جزائريون ضحايا اعتداءات عصابات بأليكونتا الإسبانية. قالت الحوار سجلت القنصلية الجزائرية بمدينة أليكونتا الإسبانية عديد الشكاوي والبلاغات من طرف عائلات جزائرية توجهت إلى إسبانيا خلال موسم الاصطياف، حيث أحصت القنصلية الجزائرية حالات اعتداء جسدي وسرقة أغراض أخذت منحة تصاعدي في هذا الموسم، ويواجه السياح الجزائريون قالت الحوار المتواجدون بمدن جنوب إسبانيا خطرا حقيقيا بعد أن تحولوا إلى فريسة سهلة في أيدي عصابات منظمة يجهل أفرادها وجنسيتهم. كما صرح بعض المسافرين أن الاعتداءات مستهم لحظة مغادرتهم المحطة البحرية لأليكونت وفالنسيا. إلى جريدة المحور اليومي قالت وزيرة التربية بن غبريت تلغي المخيمات الصيفية وأنطاف تحتج. المحور اليومي قالت ألغت وزارة التربية الوطنية تنظيم المخيمات الصيفية لفائدة عمال وموظفي قطاع التربية تنفيذا للتعليم الحكومي القاضية بمنع استعمال مؤسسات التربية للتخييم، وهو ما اعتبره الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حجرة وتهميش لأبناء القطاع وإجهاضا للسياحة الداخلية للبلاد تدفع بالجزائريين للاختيار بلدان أخرى لقضاء عطلهم. كما تفاجأ الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حسب المحور برفض وزارة التربية الوطنية منح تراخيص كما جرت عليه العادة لتنظيم مخيمات صيفية لفائدة عمال وموظفي قطاع التربية. في المحور أيضا المثول الفوري يطغى على جلسات المحاكم خلال العطلة القضائية. قالت المحور اختلفت هذه السنة العطلة القضائية عن باقي السنوات الماضية التي كانت تعرف هدوء ونقص في عدد القضايا خلال العطلة، وذلك منذ دخول إجراءات المثول الفوري حيز التنفيذ مما جعل قضاة المحاكم مجبرين على العمل يوميا عكس ما كان عليه الحال سابقا. ولكن على الرغم من ذلك قالت المحور تشهد المحاكم الابتدائية والجنائية خلوا في قاعات الجلسات خاصة بعد تأجيل الملفات الثقيلة إلى ما بعد العطلة القضائية. الموعد اليومي قالت قدرة الربط لمؤسسة اتصالات الجزائر غير مقبولة. الموعد اليومي قالت وصف الرئيس المدير العام بالنيابة للمتعامل العمومي اتصالات الجزائر طيب كبال قدرة الربط الحالية بالنسبة للمؤسسة بغير المقبولة بالنظر إلى المقتضيات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وكذا طلب السوق.
وأوضح كبال أن مؤسسة اتصالات الجزائر مدعوة إلى رفع قدرات ربط الزبائن بشبكة الإنترنت الثابت لديسال 10 أضعاف ليصل عددهم إلى 2 مليون زبون سنوياً، في حين يتراوح عددهم حالياً بحوالي 200,000 و250,000 زبون جديد سنوياً. جريدة المساء قالت الاستحقاقات الانتخابية توتر العلاقات بين الغريمين. المساء قالت عاد السجال بين مناضلي التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني، وذلك على خلفية قضية الطفلة نهال التي أعادت مسألة الحكم بالإعدام لواجهة الأحداث، وأخرجت القضية الأحزاب عن صمتها بخصوص ذلك بعد أن خرجت أصوات كثيرة في الشارع الجزائري تطالب بإعادة تنفيذ حكم الإعدام ضد مختطفي الأطفال. ويبرز هذا الصراع قالت المساء المزمن بين الحزبين في الأشهر الأخيرة حالة استنفار على مستوى القواعد النضالية تحضيرا لتشريعيات 2017 بين حزب يطالب بالإعدام وآخر يرفض هذا الحكم. في الصحافة الناطقة بالفرنسية لديبا قالت الجزائر ترفض أي درس من الولايات المتحدة الأمريكية. اعتبر وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى قالت لديبا أن تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول حرية الديانات في الجزائر كان إيجابيا لأول مرة منذ بداية إعداد هذا النوع من التقارير، وقال أن ما ورد فيه من سلبيات ينم عن سوء فهم لأن السلطات الأمريكية لم تستوعب بالقدر المطلوب الثقافة الجزائرية. كما أعرب الوزير أن الجزائر لطالما سندت الحوار بين الحضارات، لذلك قال نحن لا نحتاج لطرف ثالث ليحكم علينا أو يقيمنا أو يعطينا دروس. لسواغ دالجيري قالت ماذا ينتظر من اجتماع الجزائر حول النفط وأسعاره. قالت ينتظر أن يناقش المنتدى الدولي للطاقة الذي سيعقد بالجزائر بين 26 و28 سبتمبر مسألة إعادة الاستقرار للسوق النفطية حسب ما أكده رئيس الأوبك محمد بن صالح السادة، الذي قال أن الاجتماع المقبل للمؤتمر الوزاري لمنظمة أوبك سيمكن من اتخاذ قرارات حاسمة حول الأوضاع التي يشهدها سوق النفط حول تحديد الأسعار، مضيفا أن 14 دولة في منظمة البلدان المصدرة للبترول ستكون حاضرة في المنتدى لاتخاذ قرارات حاسمة. وتساءلت لسوار ماذا ينتظر من هذا الاجتماع. تصريح اليوم وتصريح محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، والتصريح الذي تنقلته تقريبا العديد من الصحافة الوطنية اليوم. محمد عيسى قال وزارة الشؤون الخارجية سترد رسميا على التقرير الأمريكي حول حرية المعتقد عبر العالم ل 2015 والذي تمت فيها الإشادة، قال الوزير، بجهود الجزائر لفرض احترام حرية المعتقد والممارسة الدينية وفق الضمانات الدستورية والقانونية. الوزير قال التقرير يعتبر أحسن تقرير كتب عن الجزائر منذ أن شرعت كتابة الدولة الأمريكية في تحرير تقارير حول هذا الموضوع، وقال الجزائر تعتز بانتمائها الثقافي والحضاري وتكرس حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية في الدستور وفي قوانين الجمهورية. بالتصريح نختم معرض الصحافة.